تفضل. اهلين شيخنا. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم يلا السلام. يلا اهلا وسهلا. تفضلوا. يا رب. يا الله. يا اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. بالمهلي يا ابني بالمهلي. يا اهلين اخي فتحي. اهلين يا عقيد. شو رايكم نكتب الكتاب وبعدين نتفرغ للحديث؟ مثل ما بتشوف شيخ. توكل على الله ونعم الاتكال. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان من جمعنا يا أخوان بهذه المناسبة، وهذا كله ترتيب الخالق عز وجل. ونعم بالله. متفقين على المهر أنت والعقيد أبو النار يا فتحي؟ ما في مشكلة شيخي، ما في مشكلة. اللي بيشوفه أبو النار أنا موافق عليه. والله على رأسي يا فتحي. شيخي، نحن متفقين على 5 ليرات ذهب متقدم و5 متأخر. الخمسة المتقدم مقبوضة وخاتم ذهب ومبرومة. منيح هيك يا فتحي؟ بعد كلامك ما في كلام. على راسي يا فتحي، على راسي. أنا اللي بيهمني أختي تكون مبسوطة ومرتاحة وبين إيدين أمينة. بعيون التنتين بإذن الله. معناتها بيصفي عنا المؤخر غير مقبوض. تكلنا على الله شيخي. معناتها خلينا نسمع رأي المحروسة وبعدين بنكتب الكتاب. تفضل شيخي. بالإذن منكم يا جماعة. شرف. يا رب. تفضل شيخي. تفضل. تفضل يا تفضل. أختي، الشيخ بده يسألك. تفضل شيخي. السلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام شيخنا. يا بنتي يا زمرد، انت موافقه انك تتزوجي العقيد ابو النار على سنة الله ورسوله؟ ايه شيخنا، موافقه. على بركة الله. تفضل يا ابني. تفضل شيخي. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب.